معانا على الهواء الآن دكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي. دكتور عفت، يعني بعد التحية حصاد الأيام الثلاثة ونحن نقترب الآن إلى لحظة غلق صناديق الاقتراع، كيف تقرأ المشهد الانتخابي الانتخابات الرئاسية 2024؟ بداية مساء الخير دكتور محمد، وتحياتي لسيادة النائب تيسير مطر مايسترو تحالف الأحزاب المصرية. الحقيقة يعني أنا عايز أقول لكم نفرح لأن المشهد كله سعادة لكل المصريين، مشاركة كبيرة وإحساسنا كلنا أن يعني مصر الحضارة ومصر التاريخ حاضرة في الثلاث أيام اللي فاتوا دول للحفاظ على أولا على الإنجازات اللي تمت في العشر سنوات السابقة، ومسؤولية جديدة للمستقبل القادم لفترة ست سنوات قادمة كل المصريين بتأمل في يعني إحساسها بالأمن والأمان والرخاء، ومسألة الأمن القومي اللي كلنا النهاردة شعرنا من كلمات فخامة الرئيس من اليوم الأول للزلزال اللي حصل في أحداث غزة، إن مصر قد إيه شامخة وإن مصر فيها قائد له رؤية ورؤية خلت العالم كله. الحقيقة دكتور محمد العالم كله النهاردة يعني ماشي ورا مصر، ماشي ورا الرؤية وماشي ورا الخطوط الحمراء اللي وضعتها مصر لهذه يعني الحالة اللي احنا كلنا يعني مش قادرين نصدقها حتى هذه اللحظة، اللا إنسانية اللي بتتعامل بيها مع أهلنا في غزة. يعني طب دكتور عفت، يعني ما المطلوب من رئيس مصر القادم؟ الأولويات على أجندة الرئيس المقبل؟ احنا محتاجينه بقى يبتدي يدلع المواطن البسيط، يعني المواطن البسيط عايز يشعر الفترة القادمة انه محل اهتمام مباشر. مسألة الدخل بالنسبة للمواطن البسيط مسألة حاكمة وأساسية في الفترة القادمة، وبالتالي البعد الاقتصادي هيكون هو صحيح الشغل الشاغل للرئيس القادم. هو احنا طبعا عندنا شواهد، عشان كده انا بكلمك في انجازات، لان احنا شايفين اتجاه الدولة في المشروعات الصناعية وفي المشروعات الزراعية، يعني اهتمام شديد في العملية الانتاجية اللي بالتأكيد ان شاء الله تعود علينا يعني بكل الخير الفترة القادمة. والأهم من ده كله طبعا النظر في البعد الاقتصادي لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل متكامل، وأيضا يعني اتخاذ قرارات حتى وإن كانت يعني هتيجي شوية على بعض الفئات، إلا أن في مجموعها هتبقى لصالح المواطن البسيط الفترة القادمة إن شاء الله. دكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، شكرا جزيلا لحضرتك.